في هذه الدار الدافئة يؤوي هشام الذهبي أو كافل اليتيم كما يطلق عليه عشرات الأطفال والمراهقين لانتشالهم من الواقع المرير الذي حل بالعراق بعد العام 2003. خرج الذهبي عن المألوف بعد أن حول منزله إلى مدرسة أنموذجية متكاملة قل نظيرها في العراق، مطلقا عليها اسم البيت العراقي للإبداع من أجل احتضان الأيتام بتمويل ذاتي وتبرعات محلية. كان معظم هؤلاء الأطفال والأحداث يعني يتجمعون في ساحة الفردوس لسبب أنه كثير من الناس هناك، فممكن أن يتعاطفون وياهم ويتسولون هناك، ممكن أن يتوفر لهم الأمن وممكن أن يتوفر لهم الطعام. كانت بعض المنظمات الأجنبية تشتغل وياهم وكأنهم أطفالهم. فبصراحة حز بنفسي هذا الأمر أنه ناس جاية عبر قارات في سبيل أن تشتغل ويا أطفالنا بالوقت اللي إحنا كل واحد مهتم بنفسه. ومنذ نحو عقدين من العمل الشاق يواصل الذهبي مسيرته الخيرية مستمدا دافعه من نجاح مئات الأطفال الذين خرجوا من هذه المؤسسة بتفوق ملفت. كانوا في عمر الرضاعة واليوم هم شباب وطلاب كليات، وهذا قمة الإنجاز، شعور كبير جدا. يعني أنت من يمر عليك الشريط وتستذكر شلون بديت ويا هذا الطفل وشلون انتهيت، أو في يوم زفافه أيضا تتذكر شلون أول يوم جبته وشلون التقينا، فهذا كله تعطيك حافز أن تستمر بالعمل. وأكيد العمل صعب. صعوبة هذا العمل التي يتحدث عنها الرجل تبددها عزيمة الفريق الذي يقوده، لا سيما المدرسون المتطوعون، وهو الأمر الذي انعكس على واقع الأطفال المقيمين في الدار. يا أبونا إحنا بدر ما عدنا بهذا أبونا نصيح لبابا، وأنا جيت للدار أنا عمري 12 سنة، جيت صار لي سنة هنا، جيت ما أعرف كوز لا أقرأ ولا لا أعرف لا أقرأ، تعلمت هنا دراسة وهنا أقرأ والحمد لله وشكرا، كنت أعرف أقرأ وأكتب. صف رابع ابتدائي. طلابي هنا هذا بيتهم، هو هذا بيتهم، فهم بنفس الوقت أنا أمهم وأنا معلمتهم. بعدين هم ما تاخلين المراحل الدراسية بشكل طبيعي مثل بقية الطلاب، أول وثاني وثالث ورابع، يعني أنا طلابي خامس، بس أنا من استلمتهم قبل سنة ونص كانوا جدول الضرب ما حافظين ولا يعرفون يكتبون الرقم، بس يعني بجهود الباحثين واستاذ هشام تعاونهم ويانا والطلاب بيناتهم كانوا يتعاونون. ولم تقتصر أعمال الذهبي الخيرية على الأطفال فقط، إذ أطلق مشاريع مختلفة تشمل رعاية المسنين في عدة محافظات لتشكل تجربة الرجل الحاصل على شهادة الماجستير في علم النفس وجوائز دولية أنموذجا فريدا في صناعة الأمل في العراق.